قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان فضل هذا اليوم العظيم، حيث أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، والمراد أي في أيام الأسبوع السبعة فهو خير أيام الأسبوع، أما أيام السنة فخيرها يوم عرفة، فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع ويوم عرفة خير أيام السنة. وإذا توافق الجمعة وعرفة فكان يوم عرفة يوم جمعة، يكون بذلك اجتمع خير أيام الأسبوع مع خير أيام السنة. قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. هذا من خصائص هذا اليوم أن بدء الخلق كان في يوم الجمعة، وبداية الابتلاء كان في اليوم يوم الجمعة، ودخول الجنة كان في يوم الجمعة. وهذا كله مما يدل على مكانة هذا اليوم وعظيم شأنه.